بكم مشاهدينا. عاد رئيس الجمهورية ميشيل عون والوفد الرسمي المرافق إلى بيروت مختتما زيارته للكرسي الرسولي، حيث التقى البابا فرانسيس وكبار معاونيه. وزيارة العمل إلى روما التي التقى في خلالها الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا. وكان رئيس الجمهورية قد شارك مساء أمس في قداس لبنان في دير مار شربل التابع علانية لبنان في دير مار شربل التابع للرهبانية اللبنانية المارونية في العاصمة الإيطالية. احتفل به رئيس مجمع الكنائس الشرقية في الكرسي الرسولي الكاردينال ليوناردو ساندري، الذي قال إن المؤمنين الحاضرين معنا في هذه الكنيسة متحدون في رفع تضرعاتهم إلى الرب على نية لبنان لكي يبقى أمينا لهويته بين مختلف دول الشرق الأوسط، وبالأخص من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تضربه منذ فترة، والتي ضاعفت من خطورتها التداعيات الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب عام 2020. وعقدت خلوة بين الرئيس عون والكاردينال ساندري الذي أطلعه على زيارته الأخيرة إلى سوريا موفدا من الحبر الأعظم. وجدد عون شكره اللبنانيين للبابا فرانسيس على اهتمامه الدائم للبنان، وتلى القداس مأدبة عشاء أقامها الأباتي الهاشم على شرف الرئيس عون والوفد المرافق في حضور الكاردينال ساندري. وإلى دمشق وصل صباحا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان على رأس وفد رفيع لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وقالت الخارجية الإيرانية في بيان إنه ضمن جدول أعمال هذه الزيارة إجراء محادثات مع كبار المسؤولين السوريين حول تطوير العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والوضع الدولي. وعقب زيارته دمشق ينتظر أن يحط عبداللهيان في بيروت للقاء الرؤساء الثلاثة عون بري وميقاتي، علما بأن الموفد الإيراني كان زار بيروت في تشرين الأول الماضي وقدم عروضا اقتصادية لمساعدة لبنان. وتأتي زيارة عبداللهيان توازيا مع عودة تحريك الاتصالات اللبنانية الرسمية مع دول الخليج العربي، وعلى وقع الترحيب السعودي والكويتي بما تضمنه بيان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي من نقاط إيجابية. وأملت الخارجية السعودية بأن يسهم ذلك في استعادة لبنان لدوره ومكانته عربيا ودوليا، وأكدت على تطلع المملكة إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى الشعب اللبناني الشقيق وأن يحظى الشعب اللبناني الشقيق بالاستقرار والأمان في وطنه والنماء والازدهار. كما أعربت الخارجية الكويتية في بيان عن ترحيبها بما تضمنه بيان الرئيس ميقاتي إثر الاتصال مع وزير الخارجية من تجديد التزام الحكومة اللبنانية بالقيام بالإجراءات اللازمة لإعادة لبنان لعلاقاته مع دول مجلس التعاون الخليجي. وأشارت إلى أنها متطلعة إلى استكمال الإجراءات البناء العملية في هذا الصدد، وبما يساهم في المزيد من الأمان والاستقرار والازدهار للبنان وشعبه الشقيق. وكان ميقاتي قد أكد الالتزام بما تضمنته بنود المبادرة الكويتية والتزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، والتزام لبنان بكل قرارات جامعة الدول العربية والشرعية الدولية. كما أكد ضرورة وقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية التي تمس سيادة المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي وأمن واستقرارها والتي تنطلق من لبنان، والالتزام بالإجراءات كافة لمنع تهريب المخدرات إليها. يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي. وذكرت مصادر مطلعة أن موضوع العلاقات مع دول الخليج قد يحضر في الجلسة من خارج جدول الأعمال، انطلاقا من اتصالات أجراها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وردات الفعل الخليجية على مواقفه. كذلك قد يحضر ملف المصارف والقضاء في الجلسة انطلاقا من الاتصالات التي أجراها وزير العدل والتطورات الأخيرة.
في مجلس النواب تنعقد جلسة للجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان لدرس مشروع موازنة وزارة الطاقة والمياه، كما تنعقد جلسة مشتركة للجان بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري.